بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبنستعين ونجدد التحية مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة في صباح هذا اليوم بميدان الساد في شارة الديوان العاشرة اللي تغام منافسة أشواط الثنايا بميدان الساد في صباح هذا اليوم. نتابع اللي قادت المسيرة اللي خذت المركز الأول منذ بداية الشوط وانطلقت إلى المركز الأول. يا سلام، هذه كم رقمها؟ 3. غارة عبد الله بن محمد بن خميس الشامسي وتحمل شعار بالضبيب، لكن هذا الاسم مسجل في كشف الاسماء. قادت مسيرة الشوط منذ البداية. المركز الثاني شرود حمد بن خويتم بن بخيت العامري من يقدم الشروط يلا المركز الثاني. موقعها المركز الثاني، يا سلام، رقمها 12 مشاهدي الكرام، عليها شعار بن زهرة. الشوط السادس مشينا مع المهجنات، هو الشوط الخامس هذا. مشاهدينا الكرام، نسير إلى المقدمة ونتابع اللي قادت المسيرة وانطلقت إلى المقدمة. حفلخ مبارك بن خليفة بن ضبيب الشامسي تصدرت قيادة الشوط وانطلقت إلى المركز الأول. تليها في المركز الثاني هوايل سعيد بن سهيل بن محمد بن زاهرة الخيلي من يقدم هوايل إلى المركز الثاني، نقله إلى المركز الثالث. المركز الثالث، الثنتين انفرادا تام وكلي عن كل الأسماء. بنشوف المركز الثالث، وينك يا الثالثة. نتراجع قليلا، كان أخذ المركز الثالث. وصل شعار أبو سالم، تقدمت مطيلة، مرحبا بمطيلة ومالكها وشعارها المميز. سعود بن سالم بن راشد السعدي من يقدم مطيلة إلى المركز الثالث. وفي المركز الرابع أسماء جميلة مميزة للغاية، تصل في هذه اللحظات مارية عبد الله بن مطر بن حاذة القتبي من فاز في صباح هذا اليوم بأول أشواط المحلية. ياتي بماريا كي يحقق انتصار آخر في صباح هذا اليوم بميدان الساد. وصل المركز الخامس، وهذه مياسة سهيل بن خميس بن محمد الشامسي. يا سلام، عودتنا مياسة تزورنا في ميدان الساد في العام اللي انتهى وفي هذا العام والعام اللي قبله، تحضر في هذا الميدان، أعرفها زين. وهذه مياسة المملوكة لسهيل بن خميس بن محمد الشامسي، خذت لها المركز
الخامس والمركز السادس. المركز السادس تصل مشاهدين الكرام مياسة 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 ومياسة تعود الملكية لعبد الله بن سيف بن معضد المشغوني، خذت المركز السادس والمركز السابع. المركز السابع حشيمة مطرب من عبد الله بن عمر الشامسي من يتقدم بحشيمة إلى المركز السابع. المركز الثامن، المركز الثامن وصل بالخصيبة، وصل بالخصيبة الظاهري وتقدمت النويعس النويعس خميس بن محمد بخصيبة الظاهري، وصل بن محمد من يتقدم إلى المركز الثامن. المركز التاسع، المركز التاسع البن محيروم بن محيروم، وهذه مصيحة عبد الله بن محمد بن محيروم المحرمي. والمركز العاشر، المركز العاشر همس مطر بن سعيد بن حضير من الكتبي، هكذا الندى للعشر الأسماء المتقدمة في شوط الثنايا المحل المهجنات أو المحليات الأصايل في خامس أشواط صباحي هذا اليوم. بنعود إلى المقدمة، بنعود إلى الصدارة، بنتابع بنشوف من اللي قادم ومن اللي مسيطر. بن الضبيب يقود المسيرة، بن الضبيب لابد من حضوره، لابد من حضوره، حينما يحضر شعاره لازم يسجل له بصمة، وهو ظاهر وحاضر منذ بداية الصباح في الأشواط الأولى، وها هو اليوم حاضر حتى هذا الشوط. ونتمنى للتوفيق حفلة مبارك بخليفة بالضبيب الشامسي مسيطر إلى المقدمة السيطرة التامة، 2 كيلومتر عن خط النهاية، حفلة تقود المسيرة، تقود المسيرة بن زاهرة وتاريخه وشعاره المميز. ما من اليوم من سنوات طويلة شعار بن زاهرة يصول ويقول، يحقق الانتصارات، يحقق الانتصارات المطلوبة ويحقق أيضا رموز مميزة. هذا بن زاهرة، سعيد بن زاهرة الخيالي حاضر اليوم، حاضر اليوم، ومرحبا به، والله يعطيه الصحة وطولة العمر بإذن الله تعالى. المركز الثاني شعاره على ظهر هوايل باسم سهيل بن سعيد بن محمد بن زاهرة الخيالي الشامسي أو السعدي من الجانب الآخر مع مطيلة مطيلة سعود بن سالم بن راشد السعدي. يا سلام، لكن الغادم، الغادم أحلى، الغادم أحلى. شوف يا القبري شكل ما شاء الله، خذ لي زوم على هذه الذلول المحلية الأصيلة، المحلية الأصيلة. وصل الشاعر، وصل الشاعر عبد الله بن حاذة الكتبي مع أيضا مارية، مارية عبد الله بن مطر بن حاذة الكتبي، وصلت وخذت المركز الثالث. لكن دخول عليها، دخول من النويعس، دخول من النويعس، تقدمت النويعس، انطلقت النويعس مع خميس بن محمد بخصيبه الظاهري، رجل الامتار النهائية اللي هاجم هجمة مميزة. وفي المركز الرابع، المركز الرابع تتقدم همس ما مطر بن سعيد بن حضيرم، لكن بنعود إلى مقدمة شوط. يلا يا بضبيب، يلا بضبيب، 5 كيلو وراحت، 5 كيلو وراحت، ما تبقى إلا الكيلو المتر الأخير، ما تبقى إلا الكيلو المتر الأخير. وحفلة، وحفلة لا زالت هي المسيطرة. يا هل ترى حفلة تحتفل بالمركز الأول وتهديل بالضبيب أم بن خصيبة؟ بن خصيبة غير خميس بن محمد بخصيبة الظاهري. الله يا أبو محمد غير الميازين النويعس، خميس بن محمد بن خصيبة الظاهري. عادت حفلة، عادت حفلة، بدت تمثل الخطر، لكن القادمة، القادمة يا سلام، سمحة، سمحة مطر بن حمد رعشيقة العامري، وصلت سمحة، لكن بضبيب راح، بضبيب قلت لكم لابد من حضوره، لابد من حضوره، وانطلق بحفلة، انطلق بحفلة وسيطرت حفلة السيطرة التامة. يا سلام يا سلام يا سلام، خمبا مبارك بخليفة بضبيب الشامسي، لكن رعشيقة، رعشيقة ينتزع المركز الأول. الله الله، يا سلام يا سلام، يا السيطرة المميزة، يا السيطرة المميزة، يا الانفراد في اللحظات الأخيرة. راح لأهل المصانع، لأهل المصانع الجنوبية، سمحة مطر بن حمد راعي الشيقة العامري تنتزع المركز الأول، تنتزع المركز الأول، وصل بالقرين، وصل بالقرين اللحظات الأخيرة الحاسمة، لكن أهل المصانع، أهل مصانع الجنوب ينتزعون المركز الأول. يا سلام، لا 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 لا، تغيرت المياه
الميازين، تغيرت الميازين، راعي الخشمة حمد بن محمد بالقرين العامري، ومخيفة مخيفة تنتزع المركز الأول، الثاني رعشيقة، الثالث بخصيبة، المركز الرابع. الرابعة مشاهدينا الكرام، المركز الرابع وصلت مشاهدينا الكرام، نبغي الرابعة وليس رقم خمسة. عموما على كل حال نبغي رقم اللي وصلت في المركز الرابع. المركز الرابع مشاهدينا الكرام، اللي وصلت في المركز الرابع رقمها 21 واسمها سرابة، مطر بن غالب بن حويل المنصوري، ابو حبل المنصوري. المركز الخامس رقم السادس عفوا مخيفة حق راشد بن حمد بن مرزوق المحرمي. نعود للتوقيت، التوقيت 9:34 الخفيفة تهدي الفوز والناموس لعمر بن مخيفة تهدي الفوز والناموس لعمر بن حمد بالقرين العامري.